السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنبدا مع ايوه هيك حضرتك. سامعني؟ ايوه سامع حضرتك يا استاذ وعليكم هشام. السلام. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا يا جماعة، كيف حالك؟ أنا آسف بس الموضوع كان شكله عارف المهندس عمر، عشان أنا كنت بكلمك بالتليفون فعشان هيك بكلم الظهر. تمام. الله يكرمك يا باشمهندس. تفضل. شكرا لحضرتك. طيب النهارده ان شاء الله هنتكلم على موضوع مهم جدا اللي هو البيم، اختصاره بيلدينج انفورميشن مانجمنت. ان شاء الله يعني في المحاضرات دي هناخد اخر حاجه في العالم، يعني هندرس الايزو 19650 وهنخرج منها عارفين نبقى بيم مانجر للمشروع باقل جهد. يعني مش هنحتاج ان احنا نبذل جهد كبير جدا، لا هندي الخلاصه ان شاء الله ازاي الواحد يقدر يدير المشروع من خلال البيم وباستخدام اللين مانجمنت. يعني نقدر بكل سهوله ومن غير ما نقعد ندرس برامج كتيره جدا ونبذل جهد كبير، لا من خلال الخبرة اللي حضراتكم مكتسبينها مجرد بس بنضيف ليها فكرة إن أنا بقى فاهم ومتابع فكرة البيم وإزاي نعمل البيم اوبشن بلان وإزاي نعمل الـ EIR والحاجات دي كلها إن شاء الله. طيب هو موضوع البيم البيلدينج انفورميشن مانجمنت، أو في بعض الكتب بتخليها موديلنج، والأفضل طبعا مانجمنت عشان نقدر ندير المشروع. هو أصبح إجباري في دول كتير جدا، وموجود مثلا في بريطانيا إجباري، في الدول الكومنولث، في فنلندا، في دول كتيرة جدا في العالم بقى إجباري. الإمارات بقت إجباري في دبي دلوقتي، قطر أصبح إجباري في أشغال ومشاريع كتيرة حكومية. فهو موضوع مهم جدا ولازم إن إحنا نبدأ نعرف إيه هو والتفاصيل بتاعته وإزاي إن إحنا نكون متمكنين منه بشكل قوي جدا. طيب اللي إحنا هناخده في الدورة ديت هنعرف إيه هو البيم وهنعرف المصطلحات المهمة، وهناخد بيم ستاندرد، وهناخد ازاي نعمل بيم اكشن بلان واي اي ار والاهداف من تطبيق البيم. لان انا ممكن اعمل الموديل للبيم والاستفاده بتاعته بس ان هو 3 دي، لا ممكن نستفاد منه كتير جدا، ممكن نستفاد منه في السيفتي، ممكن نستفاد منه في امور كتير جدا زي ما نشوف مع بعض ان شاء الله. وهنشوف ازاي نعمل بيم بروسيس ماب، وازاي نعمل بيم انفورميشن اكسشينج، وازاي نعمل بيم بروجكت مانجمنت. والبي ام اي اصبحت في كل الامور بتاعتها سواء في البي ام اي او في الاجايل او في اللين بتنصح بانها تطبق البيم في المشاريع بتاعتها. زي مثلا في البي ام بي الاصدار السابع قال لو انت بتطبق البروكيرمنت او سبلاي تشين استخدم البيم في ان هو ينظم لك عمليات التوريد. وهنشوف بعض الريكومند ازاي نبدا نطبق البيم بشكل قوي وازاي نخلي المنظمه بتاعتنا تتحول للبيم بشكل سهل جدا، وهناخد كذا كيس ستادي وهنشوف مع بعض ازاي نبدا المشروع من اوله لاخره باستخدام البيم. وان شاء الله في شهادات معتمده من اوتوديسك ومن بيم اريبيا اللي ان شاء الله اللي هيكمل معانا لاخر الكورس باذن الله. طيب من قديم الزمان كان استاذ عمر عندي سؤال. ايوه في مجال تطرش لنا هذا الهاند اوت اسجل. حاضر هسجل الكورس، وفي كورس ان شاء الله كنت عامله بفلوس ان شاء الله هيبقى هديه لحضرتك للناس اللي مشاركه في الكورس، وفي كذا كتاب هيبقى هديه ان شاء الله. يعني ممتاز. ان شاء الله كله موجود باذن الله. من قديم الزمان جدا الناس كانت عندها مشكله في المشاريع الكبيره الضخمه زي مثلا برج بابل. اللي بيبني مشروع ضخم زي دوت عايز يعرف المشروع ده هيكلف كام وهياخد وقت قد ايه. دي من الحاجات المهمه جدا، ولو مشروع عملنا زيه قبل كده بيبقى سهل جدا ان انا اعمل تقدير للتكلفه. يعني لو انا بتكلم على فيلا وانا عملت فيلا ثانيه فسهل جدا ان انا اعمل تقدير للتكلفه. في مثلا مشروع اتعمل ومن اكبر المشاريع في العالم، وده من مئات السنين، يعني كان مسجد السلطان حسن من اكبر المساجد على مستوى العالم، وكان اكبر رواق، اكبر مساحه مفتوحه في المباني بعد. يعني هو كان مصر ان هو يبقى اكبر من كسرى. فالمشروع ده كان ضخم جدا، هو عايز يثبت قوته، فاخد منه فلوس كتير جدا. يعني هو ما كانش مقدر حجم التكلفه اللي هيتكلفه المشروع دوت. فهو نفسه بيقول الملك السلطان حسن بيقول لولا ان يقال ان سلطان مصر مش عارف يبني مسجد كنت قلت لكم وقفوا وكفايه كده، لان المشروع فعلا اتكلف فلوس كتير جدا. فاحنا لما بنيجي نبني مباني ما اتبنتش قبل كده، مباني يونيك، بيبقى ما عندناش تقدير للتكلفه بالاساليب التقليديه. يعني الاساليب التقليديه انا عملت مشروع قريب منه فبشوف الفرق وابدا احاول اقدر التكلفه. انما لما نيجي نتكلم على المشاريع الجديده زي مثلا الاستادات، كل استاد مختلف وما اتعملش زي قبل كده، فبيبقى تقدير التكلفه صعب شويه.
فلذلك بنلجأ للبيم عشان نعرف نعمل تقدير كويس لموضوع التكلفة والوقت، فهو بيعمل لي إدارة للمشروع. من ضمن الحاجات القوية في البيم اللي هو بنسميه الفايف دي، احنا عندنا الثري دي اللي هو عادي اللي هو الطول والعرض والارتفاع، في بقى حاجة تانية اللي هي الفور دي اللي هي الزمن، ان انا اشوف المبنى وهو بيتبني جزء جزء، العمادة بتظهر وبعد كده الكاميرات وبعد كده الحوايط، فببدأ اتخيل شكل المشروع هيبدأ ازاي والناس كلها تفهم الاولويات بتاعة المشروع وايه اللي هيمشي، وبشوف الجدول الزمني بدل ما هو على شكل مثلا خطوط، لا بشوفه على شكل مجسم، فنقدر نتناقش فيه ونشوف ايه المشاكل اللي ممكن تظهر. ده نوع من انواع كلاش، يعني احنا عندنا في سولد كلاش حاجات خابطه في بعض، وفي سوفت كلاش حاجات مش خابطه في بعض بس هم ما ينفعوش يبقوا جنب بعض، زي مثلا ميه وكهرباء، وفي تايم كلاش في مشكله في ترتيب الوقت. من زمان جدا والناس بتستخدم اللي هي الرسومات ال2 دي، تمام، او بترسم على الورق او بترسم على الصخور، تمام. دلوقتي بدأوا يرسموا على الكمبيوتر، وبدأ في ناس بترسم على في نقلة بقى للبيم، ودي نقلة قوية جدا وهتفرق معاك كتير قوي. ده مثلا ده رسم مثلا تقريبا من 4500 سنة في العراق لمسقط بيت، احنا بنتكلم ان احنا لازم يبقى في تطور، ما نفضلش آلاف السنين شغالين على نفس الحاجة. ودي برضو رسم موجود في العراق، ده موجود في مصر من العامسة، واحد راسم مخطط للمعبد. ده مثلا نموذج لمبنى متعمل الموديل بتاعه قبل ما يتبني، وبعد ما اتبنى حطوا الموديل ده فيه. دي كنيسة اتبنت سنة 1672، تمام. فكل الناس بتتخيل شكل المبنى لما يخلص، ودي موجودة في اللين اللي هو الجزء بتاع اللاست بلانر، ان كل العمال اللي شغالين معايا في المشروع مش بس مدير المشروع عارف الشكل النهائي وعارف ايه اللي مطلوب منه وعارف هو المفروض مركز على انهي جزء، فبيبدأ الصورة كاملة عند الناس كلها إن هم يتعاونوا إن هم خلصوا المشروع. لو بصينا للمخطط دوت هنلاقي إن في تطور في الإنتاجية في مجال السيارات ومجال العربيات ومجال الموبايلات ومجال الصناعة، إنما في مجال الكونستراكشن تقريبا مفيش أي حصل تطور غير في البيم. البيم قدر يتطور ويضيف لمجال الكونستراكشن، وبدأ يخلي في حاجات كانت بعيدة عن الصناعة زي الـ Augmented Reality والـ Virtual Reality والدرون والبرنتر 3D وكل الحاجات دي بدأت تدخل في مجال الكونستراكشن من خلال البيم، وأصبح بيحل لي مشكلة في اللايف سايكل انفورميشن مانجمنت، إن أنا بيبقى عندي معلومات في الجزء بتاع البلانينج، لما بروح لجزء الكونسبت ديزاين أو ديتيل ديزاين بيحصل فرق. بس أحمد ممكن تسوي ميوت؟ سوري بس انا طب قبل ما اعمل بس ميوت كان عندي سؤال مهندس عمر، بس عشان في جزء هيك كان الانسان مش واضح، اللي هي موضوع ال 5D. لما كنت تحكي على ال 4D كنت تحكي ان هو طبعا اللي هو طول في الارتفاع في العرض، هذا 3D مع الزمن هيك بصير 4D. طب ايش ال 5D؟ التكلفه، ان انا كل جزء اعرف هيكلفنا قد ايه، تمام. وده عمل مع التكلفه على الموضوع، اللي الفكره كلها ان انا اضيف التكلفه بتاعت المشروع من قبل ما ابدا، قبل ده المشروع ببقى عارف المشروع ده هيكلفني قد ايه، واقدر اضيف هامش الربح واعرف المشروع ده ممكن اخده بكام. قبل كده في ناس جم وقالوا احنا عايزين نعمل لنا المشروع ونعرف التكلفه قبل ما يبدا، يعني نعمل لنا الموديل ومش عايزين حاجه من الموديل غير التكلفه بس. فقدرنا نعمل الحاجه ديت وقدر يعرف ياخد المشروع بربح قد ايه ويقدم عليه، لانه ممكن يقدم اعلى فما ياخدوش او يقدم اقل يعني يخسر في المشروع. فموضوع التكلفة ممكن نربطه بالزمن، ان هو يقول لي كل شهر المفروض التكلفة هتبقى قد ايه، وطبعا مع تطور المشروع بنبدأ الارقام تبقى ادق، وهنشوف مع بعض. هو زي قصدك زي الكوست لودنج يعني في مظبوط، بس هو الفكرة كلها ان هو بيبقى ادق، زي ما هنشوف مثلا ان هو مش بقول له العمود هيتكلف كام، لا ده انا بقول له العمود ده هيبقى مثلا هيكلفني مثلا عمالة خارجية بكذا، وهيكلفني مثلا شد خشبية بكذا، وهيكلفني مسامير، يعني كل أدق تفاصيل أقدر أربطها بحيث إن هو يجيب لي الرقم بالظبط كام. فبيبقى حاجة ممتازة، يعني هو بياخد المعلومات من البرامافيرا وبياخد المعلومات من الـ MS بروجكت،
ويعني مرتبط دلوقتي بكل البرامج. في برنامج، في كذا برنامج بياخد المعلومات من الداتا دي من اي برنامج خاص بالبلانر ويبدأ ان هو يعتمد عليها ان شاء الله. تمام، شكرا مستر. الله تمام، شكرا مستر. هتيجي ان شاء الله اكمل للتفصيل. ليه احنا اتجهنا لموضوع البيم؟ اتجهنا لموضوع البيم لان ظهر مشاكل كتيره جدا، زي مثلا في مشاكل ما كانتش بتظهر غير بعد ما المشروع يخلص، نفاجئ ان الرامب يعني بزاويه حاده، نفاجئ ان في مشكله بتظهر لما المشروع يخلص. فانا عايز اتفادى المشروعات ديت، ولقينا ان اغلب الاونر او اغلب الملاك ما يبقاش راضي عن المشروع، او مش هو متخيل المشروع زي كده، هو ما قدرش يوصل للمصمم الحاجه اللي هو عايزها، وفوجئ ان المشروع خلص، فبيحصل ريورك او ان هو يهد المشروع يبني تاني، وبيحصل فيه طول الوقت في مشاكل في المشروع. فمن خلال البيم بنحاول ان احنا نقلل المشاكل ديت. دي مشاكل كتيره موجوده، فاحنا لقينا حلول ليها في البيم. في دكتور اعرفه موجود في الامارات، كان الرساله بتاعته عن المشاكل الموجوده في الكونستراكشن، كان رساله الدكتوراه بتاعته او الماجستير ان هو يقول المشاكل من غير ما يوجد الحل، واوجد تقريبا في فاكر 25 او 30 مشكله. وبعد كده حضر عن البيم، فاكتشف ان البيم حلله المشاكل كلها بلا استثناء، مفيش مشكله البيم ما حلهاش. تمام، فهو البيم مش تطور للكاد، لا، البيم حاجه مستقله جدا وفي اختلاف كبير جدا زي ما شفنا مع بعض. ده مثلا الاوتوكاد بدا سنه 1982 وبدا يحصل فيه تطورات. طيب البيم بقى مش نقل من الكاد للبيم، لا، ده حاجه مختلفه تماما، وهنعرف ليه بالظبط، ليه حصل النقله دي. طيب السرعه بتاعت الشغل في الكاد لقيناها ان هي ابطا بكتير من البيم، لان البيم بيوفر وقت. يعني في مراحل كتيره البيم بيقدر يوفر لي 91% من الوقت، زي مرحله ايجاد المشاكل. ايجاد المشاكل في الاوتوكاد كنت مانوال، لا، في البيم بضغط زر بيقول لي المشاكل فين. في مرحله مثلا ان انا عايز اعرف المشاكل، عايز اعرف التكلفه، عايز اعرف يعني في حاجات كتيره جدا بيوفرها. لو انا عايز اخد سكاشن بدل ما بعملها مانوال، لا، هو اوتوماتيك بعمل سكشن بيوجدها لي. طيب البيم بيبدا معايا منين؟ بيبدا معايا من اول ما فكره المشروع، وبعد كده بيبدا يتطور معايا طول فتره المشروع، يعني من اول البلاننج للديزاين للكونستراكشن ان انا اسلم المشروع للشخص يعمل له اوبريشن او تشغيل. في مرحله الهد، لو انا عايز اهد المبنى ببدا اعمل زي سيموليشن واشوف ايه الاعمده اللي انا ممكن لو اثرت عليها المبنى يسقط راسي مش على المباني اللي حواليه. طيب لو احنا قارنا بين الكاد والبيم عشان نفهم الفكره، هنا بيرسم خطوط، انما في البيم لا، هو بيرسم الحوايط، ما بقولوش ارسم لي خط، بقول له ارسم لي حيطه، ارسم لي عمود، ارسم لي وهكذا. هنا العناصر مش ذكيه، هنا العناصر ذكيه. ذكيه بمعنى ايه؟ ان انا لو عندي حيطه وحطيت باب او شباك، هو بيبدا يعمل فراغ حواليها، بيقدر يفهم الكلاشات ان ده ما ينفعش مع دوت. فبنلاقي الموضوع اختلف تماما. تاريخ الناس كانت بترسم قد ايه، وبعد كده البيم اصبح فرق كبير جدا. لو احنا بصينا على اللوحه دي واللوحه دي، المفروض الاثنين قريبين من بعض، بس هنا ما بقدرش اخد اي معلومات في الاوتوكاد، يعني عندي خطوط، عندي ريكتانجل. هنا لا، انا عندي وول، فانا عارف الوول ده اليو فاليو بتاعته قد ايه، عندي النوع بتاعه قد ايه، الماتيريال بتاعته قد ايه، وكل الحاجات دي بتبقى مفيده جدا، واقدر اصدرها لاي برنامج من برامج الاناليسيز المتخصصه في كده، زي ديزاين بيلدر، زي الايكوتكت، زي فزاري، واقدر اخد منها معلومات مفيده جدا في السستينابيلتي والجي ساس والليد والبريم. طيب لو احنا بصينا اللوحه زي كده وحاولنا ان احنا نفهم اللوحه ديت في الاوتوكاد، يعني صعب جدا ان الواحد يفهم ايه المقصود او اصلا دي ايه. تمام، دي اللوحه هي في البيم، والبيم ميزته ان انا اقدر اخد سكاشن 3 دي في اي لحظه بدون اي مشاكل خالص. ان شاء الله تبقى في محاضره لو انا عايز اراجع على الموديل اللي جالي، انا مش هعمل موديل، بس لو انا عايز ارجع على الموديل من خلال برنامج زي الريفت اراجعه ازاي، من خلال برنامج زي النافس وركس اراجعه ازاي، من غير البرامج خالص اراجعه ازاي، يعني هنشوف ازاي نقدر نراجع من غير ولا برنامج. او ده مثلا بالبيم بقدر اشوف التفاصيل كلها فاقدر افهم المشروع. ساعات في مشاريع بتخلص المشروع خالص واتبنى
والمهندسين الموجودين مش متخيلين شكل المشروع بيبقى عامل ازاي. يعني مهندس الميكانيكا مش متخيل ان المعماري يقصد ان هيبقى فيه اتنين روف فوق بعض لازقين في بعض، تمام؟ فده شكل الحاجه اللي اتنفذت، تمام؟ ده سيكشن 3 دي عشان نتخيل ان احنا نحاول نبني السيكشن دوت، فده بياخد مننا وقت كتير قوي. في البيم لا، في ثانيه واحده اي حته بحب باخد فيها سيكشن اخدها. والميزه القويه في البيم ان انا لو عدلت في اي بلان، في اي سيكشن، في اي 3 دي، في اي حاجه، هو اوتوماتيك بيتعدل في المشروع كله. فدي ميزه قويه جدا ان اللوح كلها بتتباع زي بعض. يعني مش هتلاقي لوحه مثلا بتاعت الدور الاولاني مختلفه عن السيكشن، لا، الاثنين اول ما بيحصل اختلاف في اي واحده فيهم بيتعدل اوتوماتيك، وبيتعدل في الكالكوليشن، بيتعدل في الستيفيكيشن، بيتعدل في الكوانتيتي، كل حاجه بتتعدل، لان هو بيبص للمشروع على انه بروجكت كامل مش كل لوحه لوحدها. طيب البيم حاجه كبيره، فكل واحد بيتخيلها من وجهه نظره، بس هي حاجه سهله جدا، حاجه سهله جدا ومفهومه ومنطقيه جدا يعني، تمام؟ طيب لو قسمنا كلمه بيلدنج انفورميشن مانجمنت، بيلدنج مقصود بيها المباني، يعني اي حاجه بتتبني سواء مثلا كوبري، مدينه، لذلك في عندنا حاجه اسمها سمارت سيتي، بيقدر ياخد المعلومات من البيم ويعمل لها اداره. بيلدنج مقصود بيها الاسم والفعل، يعني مقصود بيها الفعل البناء، ومقصود بيها المبنى نفسه، حتى بعد ما بيخلص بنقدر نعمل له اوبريشن وتشغيل من خلال البيم. دي مثلا مدينه اتعمل لها ليزر سكان وبدا يدخله كل المعلومات الخاصه بالمدينه بحيث ان هو يقدر يحولها للسمارت سيتي. الاي انفورميشن، لو انا بنيت موديل كويس جدا بس ما حطيتش انفورميشن، ده لا يمكن يكون بيم. حطيت فيها انفورميشن يعني اعمل سيلكت على اي عنصر يقدر يقول لي المعلومات بتاعت العنصر ده ايه. فالبيم هيكون اسرع واقوى، وطول حياه المشروع هيحافظ لي على المعلومات. هقدر اعرف راي المالك، يعني في اي وقت المالك يشوف الحاجه اللي في البيم يقدر يقول لك لا لا مش هو ده اللي انا عايزه، عايزك تغير لي. فتكلفه التغيير على الكمبيوتر اقل بكتير من تكلفه التغيير على الواقع بعد ما تنفذ، تمام؟ فمن خلال البيم هنقدر نعمل نطبق اللين بشكل حلو، واشغال مهتميه بتطبيق اللين، نقدر نعمل اداره للمشروع طول حياه المشروع، حتى بعد ما بيخلص في موضوع التشغيل بتاع المبنى بيبقى الموضوع اسهل بكتير. حتى في الاجتماعات بنبقى قاعدين مع بعض شايفين حاجه 3 دي، وممكن مثلا من خلال نفس وركس اكون مجهز كذا لقطه بحيث دي المشكله الاولى، المشكله الثانيه، ونبدا نوجد حلول ليها بكل سهوله، ونعلم ان دي اتحلت وهكذا. فكل واحد حسب التخصص بتاعه بيلاقي ان البيم اداه مفيده ليه. يعني مش انا ابقى مهندس بيم يبقى هنسى كل اللي انا خدته، اختار ابقى مهندس معماري او مهندس بيم، لا، انا مهندس معماري او انشائي او ام بي، وبستخدم البيم كاداه تسهل عليا الشغل. فبدل ما انا كنت باخد في حاجه 10 ساعات، لا، ممكن الاقي المعلومه اللي انا عايزها في سهوله. فدي فكره ليه احنا رحنا لموضوع البيم، ان هو بينظم لي المعلومات بدل ما كل معلومه متفرقه عندي موديل واحد. يعني البيم المشروع كله في ملف، عكس بقى ايه الكويت، بلاقي السكشن في ملف والبلان في ملف والحصر في ملف، ولو غيرت هنا ممكن ما تغيرش هنا وهكذا. فهي عباره عن ميثودولوجي، ان انا المبنى عندي كل ما اعمل سيلكت يقول لي ده الروف، ده الفلور، ده الحوايط، تمام؟ طيب نبص بقى على الابعاد بتاعت البيم اللي احنا قلنا عليهم. احنا قلنا عندي الفور دي اللي هو التايم، ان انا اشوف المبنى هو بيتبني، الكوست اللي هو التكلفه، عندي السكس دي اللي هو السستينابيلتي الاستدامه، ان انا اقدر اشوف موضوع جي ساس او اللي او الليد او اي حاجه من حاجات الاستدامه ازاي اطبقه بشكل كويس، ازاي ان انا ادخله على برنامج من برامج الاناليسيز يقول لي ادخله ممكن 10 حاجات هو يبدا يقول لي انسب واحده فيهم، انسب تصميم اللي هيقدر يوفر لي حياه كويسه في قلب المبنى دوت. عندي 7 دي اللي هو الفاسيلتي مانجمنت، تمام؟ عندنا حاجات تانية بعد كده، ال 8 دي وال 9 دي وال 10 دي، حاجات زي السيفتي، حاجات كتيره جدا. تحت سؤال، هو كان موصل لين وين؟ لين 5 دي بس ولا كان موصل لين وين؟ لين 5 دي بس ولا نكمل لين 7 دي؟ يعني نقدر نتكلم في الكوست والسستينابيلتي والفاسيلتي مانجمنت والحاجه اللي انتم مهتمين بيها، تمام؟ يعني لو انتم مهتمين بالسستينابيلتي ممكن ناخدها بالتفصيل، لو انتم مهتمين بالسيفتي ممكن ناخدها بالتفصيل ان شاء الله. يعني هو كورس معانا، انتوا اللي حضرتكم هتحددوا عايزين ندخل فين. لو عايزين ندخل في ان احنا ازاي نرسم موديل وازاي نبدا نعمل مشروع من الاول، ما عنديش مشكله ان شاء الله. اول ما نخلص موضوع البيم ممكن نشوف ايه الحاجه اللي حضراتكم مهتمين ان انتوا نتكلم فيها ان شاء الله. طيب
ده هنا بنتكلم على البيم، وهناخد الحاجات دي ان شاء الله بالتفصيل، اللي هي العناصر مثلا بتاعت البيم. فالبيم بيرسم خطوط، بيرسم حوائط، اعمده، بيرسم كاميرات. فلما بقول له ارسم خطوط، لا هو بيرسم الموديل نفسه. فلذلك لو انا قلت له جيب لي الكلاش مهندس عمر، تحت امر. طب مهندس عمر، يعني هل ممكن نستخدم موضوع الاوبريشن بتاع المشروع تبع البندا؟ مثلا احنا عندنا مشكله في الاوبريشن بتاع المشروع تبع البندا، هل ممكن يفيدنا مثلا ان احنا نعمل اي شيء على البرنامج يفيدنا في الموضوع؟ حضرتك بتتكلم عن الجزء بتاع الفاسيلتي مانجمنت اللي هو التشغيل. يعتبر في سيرتي مانجمنت، اللي هي ما بعد يعتبر في سيرتي مانجمنت، اللي هي ما بعد الموضوع زي ما ما بعد الصيانه. يعني لو انا بشتغل فاسيلتي مانجمنت، انا اشتغلت فتره فاسيلتي مانجمنت، فعندي خبره بسيطه خالص. فاسيلتي مانجمنت لما بيعتمد على الكاد، هو مش فاهم الفرق بين الدور الاول والدور الثاني والدور الثالث. البرنامج لا يفقه انا واحده فيهم اللي فوق وانا اللي تحت، ولا ما بعرفش اعمل معلومات. عشان الفاسيلتي مانجمنت اقول له اعمل لي ملف اسمه كوبي، ملف الكوبي ده اللي هو كونستراكشن اوبريشن بيلدينج انفورميشن اكسشينج، يعني ملف كده بيبقى موجود فيه كل معلومات المشروع، وهنشوفه بيتعمل ازاي في البيم بسهوله. تقريبا عشان مشروع الباندا ده اعمل له ملف دوت، ده محتاج تقريبا 9 شهور. 9 شهور ليه؟ كل غرفه بضطر ادخل فيها المعلومات الخاصه بيها، يعني المكنه بتاعت الميكانيكال اكويبمنت والالكتريكال اكويبمنت، فبياخد وقت كتير جدا عشان اجهزه بشكل قوي. ولو في فالبيم، لا البيم انا هضغط زرار واحد بس هيطلع لي كل الداتا، فانا مش محتاج ان انا اقعد الفتره دي. اتفضل. طب انا قصدي الحين يعني ايش الداتا اللي ممكن نطلعها من البيم تكون مفيده لنا ككورس مثلا، ك ريسورسز ريكوايرد مثلا عشان تعمل التاسك هذه؟ كل الداتا دي ممكن اطلعها من البيم. بالنسبه للبيم انا بحتاج ان انا ادخل له كل حاجه، مين الصانع بتاعها، التليفون عشان اعمل اتصل بيه، تواريخ الصيانه، كل حاجه ببقى عارف المفروض تعمل لها صيانه امتى، المفروض تعمل لها تبديل للحاجه نفسها. يعني مثلا ممكن يكون في حاجه هنعمل لها تبديل للفان مثلا، او تبديل لللمبه او اللايت فيكتشر، فهو لازم احط الديتيلز بتاعت المانيفاكتشر. يعني وانا شغال لازم احط الديتيلز بتاعت المانيفاكتشر، يعني ممكن اقول للمصنع اعملها لي، ممكن ادخلها في البيم وانا شغال بقول له الحاجه دي هتعمل لها صيانه بتاريخ كذا، مين اللي اشتغل، مين اللي عملها، مين كل المعلومات اللي انا ممكن احتاجها عشان اعمل لها صيانه. طبعا دي لازم نقعد مع الفاسيلتي مانجمنت ونفهم ايه المتطلبات بتاعته، لان ساعات الفاسيلتي مانجمنت يقول لك انا بس كل شغلي الميكانيكال والالكتريك اكويبمنت، في بعضهم يقول لك لا انا متوسع شويه، في بعضهم يقول لك ايه انا بالنسبه لي الزرع اللي هو البلانت مهم قوي بالنسبه لي عشان هحط تواريخ الري بتاعه هيبقى امتى. تمام. فكل واحد بقعد معاه وبنفهم منه ايه القصه اللي هو عايزها، وناخد المعلومات نحطها عندنا في الموديل. طيب خلاص اوكي حدا كمل. انا لا لا طيب سوري خلاص اوكي حدا كمل. انا انا اسمع انه والله بن سولت بي كلاش، احيانا انا دائما اسمع انه والله بن سولت بي كلاش، يعني اذا يو هاف كلاش يو كان سولف ات باي يوزنج بن. بس في بعض البرامج اللي بتقول ميكانيك كلاش وانا احلها، تمام، بس ان انا عرفت فين مكان الكلاش ده ده تقريبا 90% من الجهد. انما الموضوع الحل الكلاشات في بعض البرامج، زي برنامج مثلا اسمه ماجيك كات، ده برنامج فنلندي، تمام، اشتغلت عليه سنه 2008 2009. ده برنامج قوي جدا وبيوجد لي حلول، وبيوجد لي ممكن يقول لي انا ماشي حسب الكود ولا لا، واقول له ارسم لي حسب الكود. يعني برنامج ماجيكات في حلول، بقول له مثلا دي خبطه في دي، يقول لي مثلا انا هطلع الضغط فوق هنزل الضغط تحت، بيوجد لي 5 6 حلول، وهم الناس فاهمه جدا الشغل، فمثلا مش هيخلي الدرينج ينزل ويطلع لان هو ماشي بالجرافتي، فمش هينفع ينزل ويطلع، فبيبقى عنده حلول ذكيه. وممكن اديله مثلا كذا غرفه واقول له وزعهم حسب الكود الامريكي، حسب الكود البريطاني، يعني مثلا في السبرينكلر اقول له مثلا وزع حسب ال ان اف بي اي، فهو بيسيب المسافات بين الحوايط ويبدا يوزع، وبيوجد التوزيع مظبوط ويوصل بينهم بالبايب. تمام. ففي برامج بتحل المشاكل، وفي بعض البرامج بيوجد لي الحلول. في برنامج مثلا انا اشتغلت عليه اسمه سوليبري، تمام، البرنامج دوت مش مجرد بس بيوجد لي الكليشات، بيوجد لي الحاجات الغلط، يعني يقول لي مثلا ايه العمود ده مش واصل لحد السقف،
العمود ده في حاجه غلط، الطول بتاعه اكبر من العرض، مش متفق مع الكود، في حاجات خاصه بالمعماري، حاجات خاصه بالانشاء، حاجات خاصه بالام اي بي، حاجات خاصه بالاستدامه، بيوجد قواعد معينه ويبدا يعمل شيك عليها. يعني ممكن اقول له ايه، لو في شباك اصغر من نسبه الاوضه او حسب الكود، لو النسبه اصغر اوجد لي ان دي مشكله ولازم نحلها، فبيوجد لي كل المشاكل اللي هي مخالفه الكود، وانا ابدا اشوف بقى هل المشاكل دي صح ولا غلط او كده، فابدا ان انا المشاكل دي بالنسبه لي مش مشكله، المشكله دي وهكذا، ابدا افرز المشاكل بحيث بدل ما انا عندي 1000 مشكله اركز على المشاكل الاساسيه اللي هتاثر على الشغل بعد كده. تمام. استاذ عمر عندي سؤال. تحت امرك. تمام. الحين السيستم المبنى، استاذ عمر عندي سؤال، في لينك داخل الحين السيستم المبنى يكون في لينك داخل المبنى، احنا بنرسم المبنى كله، السيستم صحيح، السيستم حق المبنى كامل يكون موجود السيستم. على الباب صحيح، السيستم اللي بتوصل بيه الميكانيكال والالكتريكال يكون موجود على الباب صحيح، موجود كله، بيتعمل له موديل خاص بيه. اوكي حلوين، اذا صار فيلر على سيستم معين يطلع لي على الباب. حلوين، اذا صار فيلر على سيستم معين يطلع لي على الباب. الفكره كلها هو بيطلع على برنامج البيم اس او برنامج الفاسيلتي مانجمنت، يعني هو البيم انا بعد ما بخلص شغل خالص ببعته للبرنامج. لا خلي بي ام اس على جنب، بي ام اس انا عارف انه هو، لا خلي الخلل، لا خلي بي ام اس على جنب، بي ام اس انا عارف انه هو يخلي لي الخلل، مثلا اذا انا عندي ووتر ليكن ولا عندي لمبه عطلانه يعني ولا عندي شيء عطلان، هل البم يعني ايوه انا مطلع لك بضيف عليه حاجه فيلر او لا اللمبه عطلانه؟ يعني هو البيم انا بعمل الموديل وبعد كده ببدا ان انا ادخله جوه برنامج متخصص زي الفاسيلتي مانجمنت او البي ام اس، بس لما بيدخل بيوفر وقت وبيوفر شغل جامد جدا. في بعض الحاجات احنا هنشوفها معموله بالبيم بتقدر توفر لي المعلومه ديت، يعني في بعض الحاجات بيقدر يوفر لي ان انا بربط سنسور الحاجات دي بالموديل بحيث ينبهني لو في مشكله، بس انا بفضل ان انا اروح لبرنامج متخصص زي البي ام اس وابدا استفيد بخاصيه قوه البيم مع البي ام اس. بس انا اقول لحضرتك يا باشمهندس عمر، قصدك انه انت قصدك يا باشمهندس عمر قصدك انه مثلا عن طريق لو بدك تطلع مثلا في ديفولت معين البم اس نت، يعني مش هذا البرنامج اللي بيطلع لك الديفولت. انا شفت بس هو ممكن يكون متوصل على البرنامج اللي بيطلع لك، لما تحصل مشكله يبدا ينبهني ليه في البيم. تمام، دي موجوده، شفتها في بعض البرامج. انا هذا الاقتداء موجوده موجوده موجوده، بس انا بفضل ايوه كيف، كيف انا هذا الاقتداء، هل انا محتاج ايوه كيف، يعني شيء كيف انا اسوي هذا، هل انا على البيم محتاج لا لا هي بيفضل عشان مثلا ايه، يعني في مثلا ولا عادي شيء بسيط موقع او برنامج بتبدا تربطه، بس هو الفكره كلها ان هو بياخد وقت وجهد عشان يبدا يتعرف على كل سنسور موجود، فعشان كده البي ام اس اتعرف على الحاجات دي وتظبط جاهز. فانا بفضل ان اخد موديل بيم وابدا اشتغل على البي ام اس. في برامج بيم بتعمل تحليل معماري وانشائي وكهروميكانيكال، بس انا افضل ان انا اعمل الموديل كله على البيم بكل المعلومات واوديه على البرنامج اللي هو متخصص. مثلا مثلا لو بنتكلم تحليل انشائي، عندنا مثلا روبوت وعندنا ساب والحاجات دي كلها، البرامج دي متخصصه قوي فهتجيب لي نتائج ادق، بس لما بدخل الموديل البيم على الساب ما بيسالنيش اي سؤال وهو يبدا اناليسيس، يعني ما بيقوليش ارسم لي كاميرا، ما بيقوليش دخل لي الاحمال، بياخد كل حاجه جاهزه من البيم، فوفر لي 90% من الوقت. انا كل ما بدخل بس بقول له ايه اعمل اناليسيس، فبيبدا يطلع لي النتائج فورا. برضو البرامج البي ام اس هتاخد الحاجه وتبدا تشتغل عليها فورا، مش هيسالني على اي داتا. فدي الفكره. البيم في حاجات ممكن تعمل كده، في بعض البرامج متخصصه كده، في شركات متخصصه ان هو يبدا يربط، ولكن الاقوى طبعا ان احنا نشتغل على برنامج متخصص في الحاجه ديت. ممتاز ممتاز. طيب طيب البيم مش برنامج ممتاز. يعني في ناس تقول لي انا سطب لي برنامج البيم. البيم فكره اتعمل سنه 1962، احد العلماء قال ليه ما ندخلش كل معلومات المبنى على المشروع بحيث ان احنا نوجد الكلاشات، نوجد المشاكل، كل الحاجات نبدا ان احنا نحلها. الفكره نفسها ما كانتش سهله التطبيق لان برامج الكمبيوتر ما كانتش قويه. بدات تطبق اول حاجه مع جراف سوفت اللي هي الشركه اللي عامله الاركيكاد، بدأت تشتغل فيها سنة 1982، بس الأجهزة ما كانتش قوية. دلوقتي البرامج أصبحت قوية جدا، فبدأ الناس تبدأ تشتغل عليه وبدأ إن هو ينتشر، بس مفيش برنامج اسمه بيم. في برنامج بيحقق الفايدة، يعني لو الأوتوكاد قدر يعمل لي
ان انا اعمل سيلكت على العنصر، اعرف ان ده حيطه، اعرف ان ده ضغط وهكذا بسهوله، يبقى ده بيم. وان شاء الله المحاضرات اللي جايه هيبقى الموضوع عملي، وهنشوف النهارده برضه مثال عملي ازاي راجع موديل من غير برامج خالص. تمام، كل دول مش بيم. البيم هو البرنامج اللي هيحل فكره البيم، ان انا اقدر اقول له اجبد لي كلاشات في ثواني، اجبد لي سيكشن يطلعها لي الحاجات دي. تمام، مين اللي بيستفيد من البيم؟ كلنا، كل الناس، اي مهندس معماري او انشائي او كهروميكانيكال هيقدر يستفيد من البيم. تمام، طيب احنا لو تخيلنا الشكل دوت، دي فكره ان انا ليه بشتغل 3 دي وما بشتغلش. لو حاولنا ان احنا نتخيل الشكل دوت هيتطبق ازاي، فممكن يبقى فيه اختلافات كتير. انما لما اشوف الحاجه 3 دي بالشكل دوت، اه كده انا اقدر افهم المشروع ده هيتعمل ازاي بالشكل دوت. مشروع زي دوت صعب ان انا ابدا ارسم فيه اوتوكاد بالشكل ده، فيه تفاصيل كتير قوي. واقرب مثال لي المتحف القومي القطري، التفاصيل الحديد اللي موجوده فيه مستحيل تتعمل من غير البيب. اهو جه معانا اهو المنظر دوت. طبعا كلنا عارفين ان هو الصخور اللي متكونه من على الشاطئ يعني. فانا عايز اقول لكم ان اول ما التصميم ده اتعمل بتاع جنوفل، اغلب الدكاتره والمهندسين اللي يعني اللي بيشرحوا لنا قالوا لنا ده كلام مش هيتنفذ، مستحيل ان هو يتنفذ. تمام، بس هو اتنفذ، واكيد احنا كلنا رحنا وزرناه، لان كل حديده او كل ستيل موجود ما ينفعش تحط في مكان تاني، لازم في المكان ده بالظبط. فالبيم قدر ان هو يعمل لنا الجزء دوت برنامج اسمه تكلا. وطبعا المشروع كان مستحيل ان هو يتعمل من غير البيم. هذا مهندس عمر، هذا تكلا نفس المود اللي بيستخدموه، هذا مهندس عمر، هذا تكلا نفس المود اللي بيستخدموه يعني. هو ريفت ما بيقدرش يدخل في تفاصيل قوي قوي زي التكلا. التكلا برنامج متخصص في الجزئيه دي. بتاعتها يعني. في عندنا مشكله في نقص المعلومات، ان احنا كل واحد بيقعد يسال التاني فين اخر ملف في الحاجات دي كلها، ده ناقصه معلومه. فالبيم هو مكان واحد الناس كلها بتروح تاخد منه الشغل كله. يعني مثلا لو جالنا معلومات خاصه مثلا بالاسانسير، اديها لمهندس الميكانيكا ولا مهندس الكهرباء ولا مهندس الانشائي ولا المهندس المعماري؟ ولو اديتها لواحد هو مش محتاجها، ما دي هتعمل له مشكله. لو واحد محتاجها وما اديتهالوش، دي مشكله اكبر، وهكذا. تمام، فلازم يكون في اداره للمشروع. لما يكون في موديل سنترال موجود وكل واحد بيدخل ياخد المعلومه اللي هو عايزها، فده بيكون اسهل. لما يكون المهندس اللي موجود في الموقع والمهندس الكوردينيتور عنده مشكله فبيبدا يرفعها فبيحل له المشكله ويبعتها له، تنظيم الشغل بشكل حلو. المهندس اللي موجود في الموقع كونتراكتور والديزاين بيقدر يقول له مثلا، يبعت ار اف اي، ما بيستناش بقى ان هو يرد عليه، ممكن يدخل يشوف المعلومه او ممكن الرد يجي له في نفس اليوم، بيبقى الموضوع اسرع. في حاجه اسمها انتجريتد بروجكت ديليفري ويز بيم، دي نوع من انواع الاداره اللي هي ان احنا كلنا مسؤولين عن المشروع وكلنا بنتشارك المعلومات. البيم ما ينفعش من غير مشاركه المعلومات، لو حد بيكتب المعلومه او مش عايز تشاركها مع الشركه الثانيه مش هنقدر نطبق البيم. تمام، دي مزايا البيم والكولابريشن، ان احنا نتعاون مع بعض. في الاسلوب التقليدي كان كل واحد ممكن بيرسم لوح ومش واخد باله من الشغل التاني، دلوقتي احنا كلنا بنرسم موديل وشايفين شغل بعض. دي فكره ال 5 دي، ان انا عندي العمود، جزء التكلفه بتاعت الرباره قد ايه، الفورم ورك قد ايه، الكونكريت، الكلادنج، وتكلفه كل واحده فيهم كاكيومنت وليبر وماتيريال، بيقدر يجيب لي الرقم بالظبط والتكلفه والوقت هتبقى قد ايه. فبيبقى في تحكم في الوقت وتحكم في التكلفه، ونزود الكواليتي عن طريق ان احنا بنقلل المشاكل اللي بتظهر اثناء ما احنا شغالين. من ضمن المزايا فيرست تايم، يعني اول حاجه بنعملها هي اللي بتنفذ. كلاش ديتكشن بيوجدها لي، فبيقلل لي التعطيل اللي بيحصل في الشغل. السيفتي، في السيفتي ان اي مشاكل ممكن تحصل هو بينبهني ليها، يعني لو في مكان ممكن شخص يسقط فيه بيبدا ينبهني فيه. في برامج متخصصه زي برنامج فيوزر، من ضمن الحاجات اللي بيعملها موضوع السيفتي، موضوع المسارات اللي الناس تمشي فيها والسيارات اللي هتمشي فيها. لما اجي اشرح للناس السيفتي بال2 دي ما نقدرش نفهمها، انما ال3 دي بيبقى الموضوع متخيل.
ده مثلا برنامج من برامج تكلا بيبدا يتخيل مثلا ان هنا مثلا الناس تمشي ممكن تسقط، فيبدا ينبهني فابدا اعمل حاجز على الاماكن اللي فيها خطوره بحيث ان انا اقلل المشاكل. تمام، هنا مثلا الموضوع ان انا كل حاجه هتبقى موجوده فين، مثلا ممكن نحتاج كام كريم، ففي مشاريع مثلا عملنا كده واكتشفنا ان احنا ممكن نقلل عدد الكريم. في مشروع قلنا احنا هنحتاج 2 كريم متحرك بدل 12 كريم، محتاجين 2 كريم متحرك. وبنعمل سيموليشن لكل حاجه، يعني سيموليشن للرياح وللشمس وللظل وللمشاكل اللي ممكن تحصل. ففي برامج قويه جدا في موضوع الاناليسيس، فكل الناس استفادت من موضوع البيم ده. اخر كود صدر ايزو 19650، وده اللي احنا هنتكلم فيه وهنفهم منه كل الوثائق المهتميه بالبيم. من موديل بيم نقدر نطلع كل اللي احنا عايزينه، ونقدر نشوف الموديل ده من الموبايل، من الانترنت، من كل حاجه احنا عايزينها، وهنشوفها دلوقتي مع بعض. تمام، طيب دي مشاكل او اعتقادات خاطئه في موضوع البيم. طيب البيم اصبح اجباري في اماكن كتيره. تمام، اصبح اجباري في دول كتيره جدا زي البرازيل، اليو اس، جرماني، استراليا، واصبح في ناس كتير بتطبقه بشكل قوي جدا. تمام، احنا عندنا مشكله صح؟ نعم البرزنتيشن ابعتها لكم حاضر وانا مسجل. لا احنا عندنا مشكله بالبرازيل صح؟ مشاريع شغاله جديده. لا اقصد مظبوط مظبوط، بس انا اشوف يعني مثلا مشاريع شغاله جديده جبار يقولون يلا ليتس. بس انا اشوف يعني مثلا مثالي عندنا ما يدخلون في البنك فيقولون يلا ليتس ورك ان بارل، يعني يخلون على السايد. العقود الجديده مالت اشغال لازم تقوم في بعض التحديات ما لناش دعوه بها. كلام هو طبعا حسب مستعدات العقد. هو طبعا حسب مستندات العقد، هو اللي بيحدد موضوع البيم. هذا مدير المشروع، اذا انت بتحط بيم بيتنفذ. احنا مثلا في العقد تبعنا تبع الباندا في موضوع البيم المانداتوري، بس غالبا الحين معظم المشاريع هيك. خلتني استعين او ادخل كذا تكنولوجيا كانت بعيده عن الكونستراكشر قدرت تدخل معايا، زي موضوع الذكاء الصناعي ما كانش بيقدر يتعامل مع الاوتوكاد خالص. انا كنت بشتغل في البرمجه، فكان ان انا اعرف الاوتوكاد ان ده حيطه، او ان انا اعرفه ان هو ضغط، او ان اعرفه ان هي كاتيجوري مختلف عن دوت، كان بياخد مني ايام، بياخد من شغل كتير قوي. الاوجمانتد رياليتي برضو، الدرون، الانترنت اوف ثينجز، الروبوت، الفيرشوال رياليتي، 3 دي برينتر. سريعا الروبوت الذكاء الصناعي، كل الحاجات ديت محتاجة انها تبقى فيه داتا موجودة في قلب المشروع، فلما انا بدخلها بشكل على الاوتوكاد ما بيقدرش يفهم معلومة خالص. الذكاء الصناعي بيقدر يساعدني في اتخاذ القرار، يعني في مثلا عندي اخد قرار اول ولا الثاني ولا الثالث، هو بيبدأ يدرسها ويشوف انهي الافضل. لما بيكون من خلال البيم بيقدر يعمل سيموليشن ويشوف انهي اللي احسن له، بيبدأ يحل لي المشاكل. في حاجات كتيرة جدا ممكن محتاجة تصرف سريع، فطبعا الكمبيوتر بيساعدني في حاجة زي كده. فموضوع الذكاء الصناعي دخل بقوه، ومعانا مهندس هيثم البنا، اخو مهندس محمود البنا وحسام البنا، من الناس الاقوياء جدا في الجزء ده. فالذكاء الصناعي دخل في حاجات كتير جدا في موضوع المباني والبروجكت بلاننج وان سايت كونستراكشن. الانترنت اوف ثينجز، ان كل حاجه تبقى مرتبطه بالانترنت، فالثلاجه نفسها تقدر تقول ايه الاكل الناقص وتبعت وتاخد المعلومات اللي هي عايزاها، او تبعت اوردر بالحاجه اللي هي عايزه تشتريها. تمام، ف لما يكون معايا الموديل بيم بيكون الموضوع اسهل بكتير، وبقدر اتحكم في الموضوع بشكل اقوى. حاجه مثلا ممكن مثلا ايه الطريق نفسه يبقى يحس بالحاجه نفسها، ان في عربيه موجوده ولا لا، فلو في عربيه موجوده يخلي الاشاره خضراء، لو مش موجوده يفتح الطريق لمكان تاني. ده حصل كتير في موديل كتير، حتى في الهند موجود في الهند الموضوع ده. اوجمانتد رياليتي دي حاجه قويه جدا. معتصم بنا اول ما جبت سيرته بيرن. طيب عندي مثلا حاجه زي كده، انا ممكن يبقى عندي ورقه، وان شاء الله هوري حضرتك الموضوع دوت. ان انا مجرد بس بحط الموبايل موجود برنامج مثلا زي يوجديت، يبدا يظهر لي المبنى 3 دي او الجزء ده 3 دي، يعني الورقه دي تتحول ل 3 دي قدامي زي ما موجوده في الصوره دي. والموضوع ده سهل جدا وبسيط، والموضوع سهل بسيط.
تمام. طيب الاوجمانتد رياليتي ان انا بشوف الحاجه الحقيقيه وفي نفس الوقت بشوف الحاجه اللي موجوده في التصميم، عكس الفيرتشوال رياليتي ما بشوفش حاجه، ما بشوفش حاجه غير الشغل بتاعي، ده اوجمانتد رياليتي تمام. فببقى شايف الحاجه بالشكل دوت تمام، ان انا الحاجه اللي لسه ما اتبنتش بشوفها لما هتتبني هيبقى عامله شكلها ازاي، ودي حاجه بقت موجوده كتير يعني، حتى ايكيا عامله الموضوع دوت، ممكن احط شكل المبنى والناس كلها تبدا تشوفه بسهوله. الفيرتشوال رياليتي انت قصدك بتاعت المطابخ صح؟ اه ايكيا فيها ايكيا ممكن مثلا عايز انت قصدك مهندس بتاعت المطابخ او دولاب او حاجه زي كده، بحط التطبيق وببقى شايف الغرفه بتاعتي ونجرب بس اعمل دراج او دروب لل لك زي سيميليشن هيك، ببقى شايف الاوضه دي هتسع الحاجات دي ولا لا تمام. احنا كنا ادينا تعمل لك زي سيميليشن هيك في اسبوع اللي فات عن التطبيق دوت، وكان في دكتور موجود معانا في المانيا جه ادى حاجات تكنولوجيا رهيبه جدا يعني، وكان من ضمن الحاجات اللي عملتها انا وهو ان هو موجود في المانيا وانا مثلا هنا، ومفروض ان انا بدي له اوردر مثلا ان هو يحط المكان ده هنا، حط دي هنا، شيل دي من هنا تمام. فيعني دي ان واحد مثلا مهندس موجود بدل ما نبعت نجيبه مثلا من اليونان، لا ممكن نوري له الحاجه وهو يبدا يقول لي لا طبق الحاجات دي او شيل دي او اعمل العزل، فاصبح الموضوع اسهل بكتير جدا من خلال النظاره بس بيلبسها. الفيرتشوال رياليتي انا ببقى شايف المشروع، وده احنا عملناه قبل كده في مشروع سكيورتي فود، المالك نفسه شاف المشروع فقدر ان هو يقول التعليقات بتاعته، ودي ان شاء الله هناخدها في موضوع الكيس ستادي. واحنا بنطبقها في مهندس مثلا قال لك لا ده انا عندي مشكله ان انا مش عايز الميكانيكال ايكويبمنت ابقى شايفها في الشارع، هو لما لبس النظاره شاف حاجات غلطات ما كانتش ظاهره قدامه كانت تظهر في اخر المشروع، فبدا ان احنا نحل المشاكل ديت. دي فعلا نفس الادوات اللي احنا استخدمناها، نفس النظاره ونفس الدراعين دول، وبدل ان احنا نتخيل ان احنا موجودين جوه المكان. الدرون ممكن اخليه يصور الحاجه وممكن اخليه يشيل اجزاء معينه او يطلع يصلح حاجه معينه بدل ما اخلي عامل يطلع يعملها. الروبوت نفسه بيبقى عنده المعلومات اللي هو يخش يعمل دي. الصوره اللي تحت دي هنشوفها تاني، بس الزاويه الفرق في الزاويه من قطعه لقطعه بسيط جدا، فلازم دقه عاليه، فالروبوت هو بيعملها او الدراع الالي هو اللي بيعملها. ودلوقتي السعوديه ماضيه ان هي تبني كذا مدينه بموضوع طبعا ثلاثيه الابعاد والروبوت والحاجات دي، وبرده الامارات وهكذا، في دول كثيره اتفقت انها تعمل الشغل دوت. 3 دي برينتر هي بتبني مدن، مش بتبني نموذج صغير زي كده، لا ده بيبني مدينه كامله بالشغل المعماري والانشائي والكهروميكانيكال، بديله الحاجه اللي هيعملها. وده اللي نفس اتكلم فيه نورمان فوستر ان هو عايز يبني المدينه في المريخ من خلال البيم، يعني هو قال بيم و 3 دي برينتر والقاعده بتاعت المهندس حسن فتحي ابني تحت قدمك، يعني ياخد نفس الماتيريال الموجوده في المريخ ما يطلعش ماتيريال من الارض عشان تكلفه النقل بتاعت العناصر. دي مدن كامله بتتبني من خلال البيم مع البرينتر 3 دي. ده مثلا في نورمان فوستر طلبوا منه في الكويت ان هم يبنوا برج خاص ببنك من المباني، فبنى واحد بس ومن خلال البيم غير البارامتر فطلع 100 موديل مختلف تماما، كل واحد فيهم مختلف عن التاني تمام. دي فكره البارامتر ان هو ده اتعمل برنامج اسمه جراس هوبر موجود في يعني من ضمن البرامج القويه جدا في موضوع ان هو تقدر تتحكم في مجرد ان هو يغير مثلا معلومه معينه يبدا يغير شكل المبنى، ده موجود في قلب الراينو ان المبنى نفسه غير ارتفاع الدور فالشكل كله يختلف. انا عملت حاجه زي كده في تقريبا في فيديو كان دقيقه ونص، دقيقه ونص تقدر تعمل الموضوع ده من الصفر لحد ما توصل لحاجه زي كده، فالموضوع سهل جدا. ده المبنى اللي اختاروه موجود في الكويت تمام، ده في المريخ بقى قال لك هنستخدم البيت. طيب هي كده الشرح خلصت، بس هستاذنكم بس حاجه سريعه، هنشوف مثلا اوتوديسك فيور. اوتوديسك فيور دوت عباره عن ايه؟ ان انا اقدر اخد الموديل وراجعه ومن غير ما يكون عندي اي برنامج خالص، ومن غير ما ادفع فلوس، ومن غير اي حاجه خالص. كل انا اقول له ابلود نيو فايل واقول له انا عايز مشروع الباندا مثلا، اقول له انا عايز مشروع الباندا، عايز لا الباندا بروجكت،
عايز في حاجه اسمها كوماند داتا انفايرمنت، دي هنتكلم فيها بتفصيل من الحاجات القويه جدا. اقدر ارفع ملف ريفيت، اقدر ارفع ملف اوتوكاد، اقدر ارفع ملف اي اف سي، كل الحاجات اللي انا عايزها ارفعها اقدر ارفعها بسهوله. تمام، ممكن اقول له بقى ايه مثلا، عايز ملف المعماري بتاع مثلا مثلا خلينا نختار مثلا اليوتيليتي، مشكله النت بس، ممكن اختار كذا ملف، اختار ملف معماري وانشائي وكهروميكانيكال، يرفعهم كلهم في نفس الملف. تمام، كل اللي انا اعمله ان انا اعمل ابلودنج للملف دوت، فيبدا يوريني المشروع كله مره واحده، اقدر اشوفه من خلال الانترنت او كده بيرفع الملف. فده بيرفع الملف واقدر اشاركه مع الناس، اقدر ابعت لهم رابط يقدروا يشوفوا المشروع، يقدروا يكتبوا كومنتات عليها، يقدروا يتناقشوا في المشروع بكل سهوله. او بدا يرفع الملف اهوت. تمام، ده مثلا مهندس حبيبي. تحت امرك. ده حاليا عندي ثيرد بارتي كونسلتنت اوتسايد الدوحه. كان اكسس مهندس حبيبي. ما فيش اي مشكله خالص. يعني هو كل الفكره ان انا اقول له شير وادي له اللينك دوت، ابعته لك يقدر يفتحه ويقدر يشوف المشروع كله زي ما هو عايز، يقدر يحط كومنتات ويعدل ويسوي، يقدر هي في كومنتس يقدر يحط كومنتات، يقدر يحط الصوره دي على كومنتات ويعدل، يقدر يعمل زوم اهو بكل سهوله. تمام، والموضوع كله مجاني، يقدر يقول له هذا فين؟ هذا مطار الدوحه. ده مطار الدوحة؟ ده مطار الدوحة، مظبوط. مظبوط، الله ينور. تمام، ده احنا كنا شغالين في جزء فيه يعني، فخدناه يعني بدون ذكر اسامي. ايوه مهندس احمد، ما شاء الله يعني قوة ملاحظة، انت كيف عرفت عن مطار الدوحة؟ مش فاهم يعني. لا لا لا، كنت رايح. مهندس احمد، ما شاء الله يعني قوة ملاحظة، انت كيف عرفت عن مطار الدوحة؟ مش فاهم يعني. لا لانك كنت رايح. انا عندي هاي مال الامطار السنه. ده البلان والصور هذا مال التحاضر. مدرسه الطيارات. هذا ايش بلان يعني ولا ايش؟ الله عليك. هذا مال الطيارات. مدرسه الطيارات. ايوه اونلاين، من غير ما نعمل اي حاجه خالص، بنقدر نعمل سيلكت على اي عنصر احنا عايزينه اهو، نقدر لو في اي شتات موجوده يقدر يجيب له شيت يعني، الدور الاول الدور الثاني وال3 دي موجود، فنقدر نشوف كل اللي احنا عايزينه. تمام، ممكن اقول له هو مهندس عمر، مهندس عمر، انت ايش الحين البيم هذا؟ هو في بيم موديل صح؟ مظبوط. يعني عشان نفهم، طب هو مهندس عمر، مهندس عمر، ايش البرنامج؟ ايش الحين البيم هذا؟ هو في بيم موديل صح؟ يعني عشان نفهم الموضوع، وفي اللي هو يعني ايش البرامج اللي بتستخدمها عشان موديل اوثرنج، يعني برامج بتعمل الموديل، في برامج بتعمل اللي هو تطلع البيم موديل، في برامج بتعمل 5 دي، في برامج بتعمل الاستدامه. يعني موضوع البرامج دوت ممكن ابعت لحضرتك مثلا اسامي 120 برنامج انا مجهزهم عندي. انا فاهمك، بس انا الحين لما انا بدي اخش، مش في سوفت وير اسمه بيم صح؟ لا ما فيش سوفت وير اسمه بيم، في فكره البيم في برامج بتعمل. انا فاهمك، بس انا الحين لما انا بدي اخش، مش في سوفت وير اسمه بيم؟ يعني هو احد البرامج، الريفت احد البرامج، في برنامج مثلا اركيكاد ده معماري، في فكره انك تكلا ده انشائي، في عشرات البرامج بس الريفت انتشر بس او الناس حفظته، بس في برامج ثانيه يعني برامج متخصصه، مثلا في برامج متخصصه في السيفل، في شغل انفرا ووركس، في برامج يعني في عشرات البرامج، وانا ببدا اشوف المشروع ده ايه البرامج اللي هو محتاجها. ممكن اخلص مشروع كله بيم وانا ما استخدمتش ريفت خالص، بس المهم ان انا اقدر اعمل كلاشات. تمام، بس انت عشان تطلع كلاشز لازم تخش على سوفت وير معين مثلا. عندنا بس انت عشان تطلع كلاشز لازم تخش على سوفت وير معين في المشروع ده مثلا، برنامج محترم جدا، اي برنامج، في برنامج اسمه سينكرو، في عشرات البرامج وكل واحد ليه مزايا وعيوب. تبع اوتوديسك؟ لا 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 لا، اوتوديسك البرامج بتاعتها سهله بس مش اقوى حاجه. هذه يعني كلها تبع اوتو ديسك يعني، تعمل كومباينيشن من برامج من شركات مختلفه، بينفع عادي؟ بينفع عادي، ان انا ممكن في انت كيف حاجه تعمل كومباينيشن من برامج من شركات مختلفه، بينفع عادي؟ بيلدنج سمارت، بيلدنج سمارت دي
هيئه غير هادفه للربح متكونه من اكبر برامج شغاله في مجال الكونستراكشن زي جرافيسوفت زي اوتوديسك، وعملوا اتحاد كده وقالوا وجدوا لنا حلول. فمن ضمن الحلول اللي وجدوها ان هم بيصدروا للاي اف سي، كل برامج البيم بتصدر وتستورد من الاي اف سي، فسهل جدا ان انا اعمل شغل على الاركيكاد وبعد كده واحد تاني يكمل شغل الانشائي على تكلا، او يكمل يعمل شغل على الريفت، وواحد مثلا شغال ام اي بي يعمل على برامج تاني. فاصبح البرامج بتاعت البيم بنقلل المشاكل اللي فيها واحده واحده، ما بقاش فيها تعرضات. اوكي، فلو بس طب خمس دقايق بس نتناقش فيها في محاضرات. الموضوع ده مهم جدا اللي هو الانتربولت، هو بس دي واحده نتناقش فيها في محاضرات الحاجات ال 2 دي وال 3 دي وال 4 دي، يعني كمل كمل الملفات اللي جواه، يعني ساعات بيبقى في كذا شيت يبدا يجيب لي الشيتات كلها هنا، تمام. الموديل براوزر يبدا يجيب لي العناصر، فاقدر اقول له مثلا ايه انا عايز اعمل سيلكت بس على الجزئيه الليفل ده مثلا، فاقدر اعمل سيلكت على الجزء ده بس مش على المشروع كله. بروبرتيز، لو انا عملت سيلكت على اي جزء يبدا يقول لي ده مثلا نوعه كذا، فيبدا يجيب لي كل المعلومات الخاصه بيه، تمام. ممكن حتى الحاجات الخاصه بالفاسيلتي مانجمنت بالاستدامه، اي عنصر اعمل سيلكت يبدا يجيب لي المعلومات الخاصه بيه. عندي سيتنج دي الاعدادات، السرعه بتاعه الماوس وحاجات زي كده. ممكن اجي هنا اقول له انا عايز مثلا ايه اللي هو عايز فيت، تبدا تعمل فيت للحاجه، اقدر اعمل بين ابدا اشوف الحاجه فيرست بيرسون، يبدا يظهر لي شخص مثلا معين بحيث ان انا اعرف الارتفاعات بتاعته ازاي، اقدر اقيس من جزء لجزء يبدا يجيب لي المعلومات الخاصه بيها، تمام. ممكن اقيس زاويه، تمام، فبيديني كل المعلومات اللي انا ممكن احتاجها كزاويه كمقاس حاجات زي كده. ممكن اخد سيكشن في الشغل دوت، تمام. ممكن اخد سكشن في قلب ال 3 دي اهو، مثلا اقول له مثلا في الزد، فابدا اطلع وانزل لحد ما اشوف الحاجه اللي انا عايزها. ممكن اقول له لا ده انا عايزها مثلا السكشن ده في الواي، فيبدا يظهر لي بالشكل دوت، وابدا احرك الجزء ده بحيث ان هو ايه انا الجزء اللي يظهر معايا. ممكن اعمل اكسبلود، يعني ابعد العناصر عن بعض بحيث ان انا ابدا اشوفهم، وده هيفيدني جدا لو في مبنى فاقدر اشوف كل دور لوحده. ممكن اعمل كده كل بعد لي كل اجزاء الطرق عن بعض، تمام. في مارك اب، تمام، اقدر احط بقى الكومنتات بتاعتي والحاجات اللي انا ممكن احتاجها. ممكن اعمل مثلا اري وكلاود تكست، يبدا يسيف لي اللقطه ديت، واقدر اشير الحاجات مع الناس، اقدر اخد سكرين شوت في اي لحظه واكتب المعلومات اللي انا عايزها. يعني لو في اي جزء في حاجه مثلا ما عجبتنيش ابدا اخد صور ليها، تمام. وده مجرد بس ان انا عندي موديل بيم اقدر ارفع النموذج، وان شاء الله نرفع مشروع الباندا ونشوفه مع بعض باذن الله، تمام. اقدر اخد كذا سكرين شوت واسجلها عندي. فزي ما انتم شايفين البرنامج سهل جدا وبسيط. ده مثلا بص استاذ عمر تحت امرك التريننج لمساعتين التريننج ما سمعتش استاذ عمر التريننج لا لا خلاص احنا خلصنا بس عشان دخلنا متاخر فخلاص خلصنا. ده هو الملف اهو تبعت التريننج لمساعه كام وساعه ولا ساعتين والتسجيل برده هبعته. ده زي ما انت شايف حضرتك كل الشتات بتظهر معاك وال3 دي برده بيظهر معاك، تمام. هبعته لحضرتك وشكرا جدا ليكم، الف شكر. يعطيك العافيه، الله يكرمك شمس، تحت امرك، الله يكرمك شمس. مشكور مهندس عمر، الله يكرمك شمس. بس يعطيك العافيه وما قصرت. مشكور مهندس عمر، بس انا استفدت يعني، ان شاء الله نكمل معك الاخيره عندي إياه. عندي استفسار بس البرنامج احنا ان شاء الله بعد هنتكلم عن كذا برنامج وكلهم مش هناخد البرنامج كله، هناخد الحاجه اللي تخليني نزل لنا اياها ببلاش ادير المشروع، تمام. كل اللي انت عايزه هجيبه لك ببلاش ان شاء الله. خلاص، هو الافضل طبعا عارف يا ابو احمد افضل ان احنا لو يعني هذا الكورس نحضر هناك احسن، صح؟ هو الافضل طبعا عارفه محمد افضل احنا لو يعني هذا الكورس نحضره هناك احسن، صح؟ يكون لازم والله. ايوه هو بيكون افضل، بس لازم اليوم عندنا اليوم عندنا ميتنج، فمش مشكله ممكن الاسبوع الجاي نكون موجودين هناك يعني ان شاء الله. انا المشكله ان كل يوم الاثنين عندي بروجرس ميتنج في البرج. الله يكرمك والله، كان حقك اسمع ما يهمني.
خلاص خلاص تسلم ألف سمعت الله يكرمك شهد السحر طبعا الله يسلمك خير إن شاء الله خلاص تسلم تسلم ما تسلم مرة 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 م